السلام عليكم. موضوعنا لهذا اليوم يتناول نبات القفص الصدري. طبعا هذا من النباتات المتسلقة، يعتبر من أجمل النباتات حكم الورقة مالته، يعني تكون مميزة بشكلها وتكون أحجامها يعني تختلف عن بقية اللبلاب وغيرها من النباتات المتسلقة الداخلية. الورقة مالته تصير كبيرة ومميزة، حتى اكو بها الوان تختلف، يعني اكو لون ابيض، اكو غير الوان مثلا اخضر بابيض. فهو نبات يحتوي على عدة فصائل، نبات قوي ما يحب يعني كثرة عناية، يمتاز بالتحمل. والحلو به انه حتى اذا انت عرضت الظروف معينة وتلف الورق مالته وبقى بس الغصن، راح يرجع يدفع لك من جديد. واكو بي بعد فقرة حلوة، مثل ما اللبلاب سهل بالاكثار، هذا بعد اسهل من يمه. يعني هذا شقد اللبلاب سهل، هذا يجي اكثر من يمه سهولة وناجح 100%. يعني يمكن اللبلاب اكو عقل ما تنجح، هذا لا، ينجح عندك 100%. راح نشرح لكم طريقة العناية وطريقة الاكثار. طبعا نجي هسه طريقة العناية. النبات ظل داخلي، يعني داخل المنزل، من تشتريه حاول ان تكبر السندانة، يعني لا تكون بهاي الشكل الزاير، سندانة كبيرة. كل ما كبرت السندانة كل ما راح تحصل على نبات اكبر. هاي وحدة. اثنين، التربة تكون بتموس، بتموس صافي مثل هسه ها. مو تجيبها مثلا، اكيد مرات تشتريها تلقاها التربة مالتها مخلي لك اياها بزميج او بتموس رديء، انت مباشرة تغير هاي التربة مالتها حتى تحافظ على النبات. ثلاثة، تخليها مكان بارد نسبيا او رطب، يعني بيه رطوبة، لان هذا النبات شوية يحب الرطوبة. فانت لا تخليها مكان حار، جيبها تخليها بمكان رطب. اذا ما حصلت هذا المكان رطب، اكيد انت راح تخليها بصالة بها سبلت او هاي يعني الامور المكيفات، فماكو رطوبة. فهنا تجيب لك صينية تخلي بها حصو، تترسها مي وتخليها اسفل السندانة. والبخ، بخاخ مع المي، يومية تبخها مرة او مرتين حتى تطل النبات الرطوبة اللي يحتاجها. السقي يكون كل 3 ايام خلال الصيف، وبالشتاء يعني كل 5 ايام او اسبوع، حكم انه المي ما راح يتبخر عندك بسهولة. حاول ان تجنبها، يعني لا تخليها مكان المطبخ، لان حكم المطبخ يكون شوية الجو مالته حار. تقدر اذا يعني تقدر وسندانتك شوية يعني تقدر تحركها بالسبوع او كل 10 ايام تخليها بالحمام، حكم الحمام يحتوي على رطوبة عالية، فراح هذا النبات ينتعش. يعني انت مثل اللي تسوي له شلون استجمام، فتخليها فد مدة يوم بالحمام، راح ينتعش عندك النبات ويزدهر. التسميد سماد NPK متعادل وسماد عنصر الحديد اضافة للاسمدة العناصر الصغرى، كل شهر مرة. يعني هاي انت لازم تداوم عليهن حتى تحصل على اوراق سليمة وعلى نبات نشط بالنمو. اكو جماعة عندهم عقدة من الاسمدة المركبة، بس نصيحتي لكم انه تعوفون هاي العقدة، حتى اذا تريد نبات ينمو عندك بسرعة والاوراق مالته سليمة لازم تطيه السماد. اذا ما طيته سماد راح يبدي النبات عندك يتاكل والورق مالته يتضرر. مرات اذا تشوفون الاوراق مالته بدت تنضرب يعني لون بني او هاي الامور، فهذا مرض فطري، مباشرة عالجة مبيد فطريات، لان هو اكثر شيء الاصابات اللي تصير به هو الفطريات، حالة حال بقية النباتات. اما بقية الاصابات يعني تكون نادرة، يعني نادرة بهذا النبات. الاضاءة طبعا يحتاج اضاءة ساطعة ومال منزل، يعني ما يحتاج شمس. نجي هسه طريقة اكثاره. طريقة اكثاره كل السهلة، تجيب مقص، تختار لك غصن مثل هسه هذا. شوف هذا النبات يعطيك جذور هوائية بكثرة، يعني هسه هذا جذر هوائي، هذا جذر هوائي ويكبر، يعني الجذر هذا يكبر مالته.
انت تجي من جوا الجذر قد 2 سنتيمتر، مرات ما تلقى بيها الجذر الهوائي، تجي وين؟ على هاي العقدة او الخط جواها 2 سنتيمتر، قص قصيته تجي ما تغرسها بهاي الكثافة مع الأوراق، كثافة الأوراق هاي راح تتلف لك العقلة، فأنت تجي تتخلص مثلا أنت هسه هاي أخذتها بيها 3 أوراق، تتخلص من هاي الورقة، تترك هالورقتين هاي شوفوهن هاي الورقتين، تجيب تربة بتموس صافي مثل ما قلنا لكم تغرس الطريقة وتسقيها، تسقيها بغزارة وقت الاكثار مالته يفضل بشهر الثاني، تقدر انت تكاثرها بأي وقت من خلال فصول العام لأن داخل المنزل عادي تنجح عندك، لكن أفضل وقت الاكثارها هو بشهر الثاني، يعني هاي من أفضل الأوقات حكم أنه يبدأ النشاط النبات والنبات يقوم ينمو عندك بسرعة، فأنت تقدر تكاثرها نسبة النجاح 100% بهذا النبات، يعني بأي وقت من تكاثره إذا تستخدم هاي الطريقة اللي هسه شرحتها ينجح عندك 100% مثل ما قلت لكم ببداية الحلقة. اكو طريقة ثانية للاكثار بس ما متأكد من نسبة نجاح، يعني احتمال لو تنجح عندك او لا، مثلا هسه هاي الورقة اللي قصيتها تجيبها وتخليها بالمي راح تجذر عندك، لكن نسبة نجاحها مو 100% حكم انه ما تحتوي على غصن او ساق مثل هذيك. هذا كل ما يتعلق نبات القفص الصدري، نتمنى ان تكون حلقة مفيدة ونتمنى ان تكونوا استفادتوا ثمارها.